الأشقاء من الدولة اللي هاك، الأشقاء من المملكة المغربية، حتى دي تاع الدولة اللي هاك على بالي راكم فاهمين يعني الإشارة إلى ماذا. البوليساريو أنا لما نتكلم فيه أنا قضية الصحراء وهذيك كل واحد يدبر راسه، وأنا مانيش معني. أنا عندي إشكالية في الجزائر داخلية، عندي ميليشيات مسلحة، عندي عراية مسيطرين على ولاية جزائرية. نتكلم على الشق الداخلي، لما نفوتوا هذيك اصلا اللي يدخل المنطقه العازله الدرون يعطيه للراس. هذيك دبروا راسكم، وكل واحد يدبر راسه خويا العزيز. انا كي نتكلم عن مشكل داخلي، مشكل داخلي ما تقدرش تطلع معايا. انا جزائري دوك نتكلم في الشان الجزائري، راح تتكلم معايا فيه؟ ما يمكنش. وكم تعرفوا الاشكاليات الموجوده والحساسيات هذه، باش تكون يعني على بالي. ممكن الانسان تختلط عليه الامور. البوليساريو هذا راهو إشكالية داخلية جزائرية، هذه هي، وما يمثل تهديد على حتى واحد غير الجزائر والجزائريين كشعب ومقدرات الشعب الجزائري. هذه باش نكون متفقين يعني، ما تخلطش علينا الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، مساء الخير. واش راك شوقي؟ صافا خويا بخير؟ والله غايه خويا، صح فطورك. الله يسلمك، الله يسلمك، صافا والله الحمد لله. طلعت نسلم على خويا نقول له صح فطورك يا اخي. الله يهنيك. والله يعطيهم لنا البطاطا، والله 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 يعطيهم لنا البطاطا. ايش علاش ما سمعتش التصريح الناري تاع وزير والله. وزير خارجيه والله مخيم الربوني شوقي، دخلتي القبيله كنت داير في التليفون وما عاود تخرجت، ما تبعتش اللايف تاعك سوا سوا. انا دوك راني نتبع في اللايف، ماهيش عارف واش صاري يا خويا. اذا عندك شعيله في فرنسا قول لهم يهربوا، راه وزير خارجيه البطاطيش يهدد في فرنسا. اب 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 اضحك اضحك، اسم هذا هو. على بالي راك، على بالي راك من الصدمه راك تضحك، او صدمه كبيره. لا حول ولا قوة الا بالله. عيوني والله غير عيوني، والله غير عيوني البطاطيش، اقسم بالله غير عيوني. اكسمع رايا، اكسمع رايا، رانا مميناهم. اسمع رايا، رم المؤمن عندنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله. والله يا خويا شوقي ان شاء الله باذن الله، من المنظر تاعك هنايا ان شاء الله، من المنظر تاعك هذا قبل الانتخابات الشعب يخرج. والله والشعب ما يخرجش، والله ما راح نديرو حل. البلاد راح، والله ما راح نديرو حل، والله الشعب وما يتكاكاش. الشعب الحمد لله مكاكي، ينحي يقتحم جدار الخوف، ما بقالوش جدار الخوف، يقتحم جدار الخوف شويه وينحيه. والله غير النظام هذا يتنحى، والبطاطيش هذو ينقرضوا على ربنا كاع، يروحوا للبروك ياكلوهم ولا يروحوا للمحيط، ولا ربي يسهل عليهم. ماشي قضيتنا احنا يا بوليزاريو، بوليزاريو ماهيش قضيتنا وما تعنيناش، وما عندنا حتى علاقه بوليزاريو. هذه هي، ما عندنا حتى ما عندنا حد، ما عندنا حتى علاقه بهم. حنا ماذا بينا نتمنى والشعب يفطن ويعاود يخرج يدير صدمه للمراديه، صدمه للمراديه، ينحيوا الكلاب هذو، والله غير يتقم كلش. يعطيك الصحه خويا العزيز، ربي يحفظك شوقي. الله يهنيك ورد بالك على روحك خويا، منك شما تهديدات من البطاطيش خويا. واش من تهديدات؟ انا كان حكيت لك على تيندو فيك، حكيت لك ايه بصح، قلت لك انا وزير الخارجيه تاعهم يخوف لك يبدا يهدد في فرنسا واسبانيا خويا. بابا احنا يا مهم بزق علينا نفسك من فرنسا. بصح يعطيك الصحة، ربي يجيب الخير. الله يتصلح، ربي يحفظك. يعطيك الصحة خويا. الناس ماهمش مدركين القوة التصريحات تاع وزير خارجية مخيم الرابوني. السلام عليكم خونا، راك تسمع فيا ابو زهره؟ وعليكم السلام خونا، انا نسمع فيك، تفضل. الله يسلمك، زيد فضلك.
شوف اخوي بزار، انا عندي ملاحظه فقط يعني حبيت نقولها على طريقه الجزائريين اللي يعارضوا في الخارج، راك تسمعني؟ تقدر تقرب برك ولا الصوت شويه بعيد يبان لي؟ والله اعلم، ما يعني ما زيد قرب شويه برك. قلت لك طريقه المعارضه يعني بعض الجزائريين في الخارج، ايوه يعني الطريقه تاعهم، واش ما شكش في الجزائريين اللي عندهم على كل حال انتقاد او من حقهم ينتقدوا، بصح الطريقه تاعهم تظهرهم يعني النتيجه اللي حوسوا عليها تجي ضدهم، ترجع ضدهم. خويا اول برك انت تقول معارضه طريقة. الخارج، اسكو كاينه معارضه في الداخل؟ خليني نقول لك معارضه، نتفقوا على انه مش معارضه قويه، نتفقوا عليها. ما انا لا كاين معارضه، في الجزائر، راهم طايشين في السجون خويا برك، باش نقول لك يعني ما كانش معارضه في الداخل. معليش داكور، معليش متفقين. مقري معارضه مقري، ما مانيش نهضروا على مقري، انا نتكلم على الطريقه، انه لما تفضل على الطريقه تاع معارضه الخارج. تفضل. اسمح لي، الطريقه تاعهم يخليوا الناس تشوف بطريقتهم. انا ما شكش في الجزائر، نتناقش مع بعض الاخوه والاصحاب نقول لهم والله ما تشكوا في الجزائر، يقول لي هذوك هم باعوا البلاد وكذا وكذا. انا ما شكش في الجزائر. خويا سامحني المقدمه تاعك، تفضل مباشره للنقطه اللي حاب تطرحها، يعني الاشكاليه نفسها. انا جاي انهم يعطوا فرصه للناس انه تقول عليهم الاقاويل، يظهر وكانهم راهم يتعاملوا مع دول ومع ما على باليش انا، يعني حوايج يعني اللي راهم يتامروا على الجزائري. مدوا من المظهر، من الطريقه، نتكلم من الطريقه. اعطينا مثال باش نكونوا عمليين، باسكو هذه شويه الامور عام. اعطينا دركا بالتفصيل. اسمح لي سي بزهر. تفضل. شوف سي بزهر، شوف انت مثلا انك من معارضه ولا من طريقه انك تنتقد النظام الجزائري، توصل مثلا انك تسمي عرايه، انك تسمي تسميات انت يعني ما تليقش. العرايه نستعملها مصطلح على البوليساريو ماشي على النظام الجزائري، عندي تسميات واحده اخرى. وعلاش يعني حتى كلمه عرايه، علاش مثلا انت انك تحب الناس تتكلم على الجزائر؟ من اجل انه نتكلموا على الجزائر نقولوا على فلسطين في الظرف هذا بالذات، نسمي ننتقدوا الفلسطينيين في الظرف هذا بالذات، يعني اللي فلسطين. شكون انتقد يعني الفلسطينيين خويا؟ من انتقد الفلسطينيين؟ انا سمعتك من قبل سي، سمعتك قلت الفلسطينيين، قلت يعني بطريقه. من تقصد بالفلسطينيين؟ تعرف تفرق بين الفلسطينيين والاخوان المسلمين ام لا؟ هل لك القدره في التفريق بين الاثنين؟ بيان سور، يا با كو تو. عندي الحق ننتقد حركه سياسيه من تيار اسلامي متطرف تابعه لايران ام لا؟ ما عنديش الحق. لا عندك الحق. اوكي، شكون سب؟ انا متى هاجمت الفلسطينيين كفلسطينيين متى؟ والله انا سمعتك من قبل اخي، والله عاود شوف الفيديو تاعك انك شوف. نعم نتكلم، انا دائما نقول الجزائر تحتضن العرايه، نقول جماعه البوليساريو ولا الطلبه اللي يجيبهم من الضفه الغربيه، تاع الضفه الغربيه نقول عرايه. الان درك انت تقول الفلسطينيين، منهم الفلسطينيين، انا تكلمت على تاع غزه، دائما نقولهم ضحايا اولا لاسرائيل، ثانيا للاخوان المسلمين التابعين لايران، يعني حركه حماس وقيادتها المختبئه في الفنادق القطريه. هذا موقف سياسي من حقي ان ابديه، مش من حقي. شوف انت تعرف بالك احسن مني انه لما فلسطين تصبح دوله مستقله ننتقدوا فروعها السياسيه، ومن حقك انك تبدي رايك في. اسمع راك معايا الان في الظرف هذا بالذات. لا انا في الظرف هذا بالذات اللي نقول حرب اباده تسبب فيها العمليه الحمقاء للاخوان المسلمين بتحريك ايراني 7 اكتوبر. انا يوم 7 اكتوبر قلت النشوه ستدوم لساعات، الثمن سيدفعه الابرياء. اليوم 32 ألف ضحية، إسرائيل مسيطرة تقريبا على غزة وهي على وشك القيام بعملية في رفح. الكلام اللي تكلمته أنا يوم 7 أكتوبر راهو موجود في الواقع. متى شتمت أنا الفلسطينيين؟
ومن قبل وفي 2014 و2012 وفي الضفة الغربية هذه ما يهمنيش أنا موقفي مع حل سياسي، موقفي أنا مثال فقط مع حل سياسي. هذا خلينا دركا اتفقنا ببرك متمر دركا رجع لي. أنت قلت المعارضة، الخطاب تاع المعارضة بالنسبة ليك أنت عندك يعني انتقاد شديد، وتقول بأنه يبدي الكلام بعد تاع بعض الناس وراك تكلم عليا ايضا انه يعطي رؤيه الناس بانه مثلا انا نتعامل مع جهات خارجيه. درك قول لي انت، اعطينا مثال بعيدا على فلسطين وعلى 4000 كيلومتر، نتكلموا عن الشان الجزائري. انا اذا رجعت لي انا لا اشك في الجزائريين، انا نقول فقط هم من نظامهم ولا يعني ربما تعرضوا الى حقره، الى ربما تخليهم هذه الانتقاد. هذه الطريقة تظهر، أنا أقول تظهر بعض الأشخاص، ما تقدرش تقول جزائري ما جزائري ليسوا ملائكة. كاين ناس يتعاملوا مع جهات مخابرات أجنبية، ربما ربما أنا ما أقول بس ما تقدرش تنفي بالمطلق. أنا راني نروح أبعد من كلامك، ما تقدرش تنفي بالمطلق. أنا ما قلتش، لا قلت لك فئة قليلة ربما، حتى هذو فئة قليلة، فئة قليلة أنا مانيش هذه اللي حبيت نوصل لها، فئة قليلة ربما. خويا سامحني شوف أنا نقول لك حاجة، الإشكالية تاعك أنه الكلام تاعك عام، ماكش تعطينا في أمور يعني تفصيل، مثلا قضية أنت تقدر نناقشها معك، ما هي القضية مثلا أنا اللي تكلمت فيها تعطي هذه، بلاك نقدروا نبدلوها، بلاك كاين خطأ، بلاك كاين نقدروا نتناقشوا في المسألة. تفضل. إيه هذه الأمور اللي نتكلمك عليها، الطريقة الهدف، الهدف المبتغى لما مثلا المعارضة هذه في الخارج تبدي من الصباح للمساء مثلا، معليش احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل سياسية، عندنا مشاكل اقتصادية، نقول لك ما فيها حتى حاجة، ولكن لما من الصبح للمساء مش أنت نتكلم على بعض الأشخاص، يعني الهدف ما هو الهدف، الاستراتيجية ما هي، الاستراتيجية ما هي الوصول مثلا، الاستراتيجية في هذه وش راح تجيب النتيجة، تقدر تقول لي واش راح تجيب نتيجه الطريقه، تكلم عن الطريقه، واش هي الاستراتيجيه اللي راح تجي من وراها. ماشي درك تكلم على الطريقه، اذا تكلم على يعني المضمون تاع الكلام، انت راك تقول لي الطريقه الشكل، الطريقه كي تقول لي الطريقه هي الطريقه في الكلام، يعني الشكل هذا هو الاشكاليه تاعك انت. لا مش غير الكلام، انه الناس ظل تبحث، ظل تبحث على شيء ما يمشيش في الجزائر، هذه الطريق هاي محفوره، نعم. هذا الواد من هذه طبيعه الانظمه المستبده في العالم كله، الانظمه المستبده في العالم كله، حتى تقدر تكون عندك تاثير عليها لازم تكشف العيوب الكارثه والكوارث اللي تقوم بها. لازم يبقى خطاب في الجزائر خطاب معارض، لانه في الداخل واحد ما يقدر يتكلم. قضيه فقط انه تبقى بعض الاصوات تتكلم على الاوضاع الكارثيه تاع البلاد، هذه عندها تاثير، لو كان ما عندهاش تاثير النظام يضلش يتبع بالاحكام القضائيه وبالتهديدات والمتابعات والقنوات الاعلاميه تاعه والسب والشتم والدعوه الى قطع الرؤوس وغير ذلك. هذه كلها امور ضروريه، بصح انا ما فهمتش، انت ما فهمناش الفكره التي تريد ايصالها، على ماذا تتكلم اصلا؟ انا اتكلم على استراتيجيه، الطريقه، ما هو الهدف، الهدف هو ما هو؟ هو اضعاف النظام، ما هو الهدف من طريقه بالطريقه هذه، ما هو الهدف، ما هو المغزى؟ انا نحب اسمع طريقه كاينه بناءه وطريقه هدامه فقط. شوف كاين الانتقاد البناء والانتقاد، اليس كل ما انت راك تقول يعني انت تقول مثلا باللي الانتقاد تاعنا هدام؟ انا اظن ذلك، نعم. اوكي، اذا قلت الانتقاد هدام معناه عنده تاثير، ومعناه انت راك تناقض في نفسك لما قلت بانه ما عندكمش استراتيجيه وما عندكمش تاثير. اذا كان هدام راه مؤثر. لا ما قلتش ما عندك استراتيجيه، قلت ما هي الاستراتيجيه، استراتيجيه ما هي، ما هي؟ اسمع، الحراك اللي يقول ما جابش نتائج، الحراك مذكور في الدستور، معليش انا نقول لك راه في مقدمه الدستور، الناس برك راهم ما يعرفوش، هذو اللي راهم يتهجموا الحراك هم يتكلموا عليه كل يوم، لانه انقذ الجزائر وعنده نتائج اللي جابها الحراك المبارك اللي يتكلم عليه النظام. لا الحراك الشعبي تاع صاحبي، الحراك، شوف الحراك النظام الجزائري لما يتكلم على الحراك يتكلم على الاسابيع الاولى، الاربع اسابيع الاولى من الحراك الشعبي، ما يتكلمش على الحراك كفكره اللي رانا نتكلموا عليها حنايا، ماشي نفس الشيء. لا
مزيت وبلا مزيت ويسمع بلا مزيت اي واحد مكتوبه في الدستور في مقدمه الدستور اليوم يكتبها في الدستور لانهم حاولوا احتواء الفكره بطريقه بعنجهيه بطريقه سخيفه وحمقاء. اسمح لي درك انا قاعد نقول لك انت تقول لي اولا انا نقول لك الهدف الاساسي في الوقت الحالي انا بالنسبه لي الرؤيه تاعي الهدف الاساسي اصلا انه يبقى درك رانا في قضيه وجوديه تاع خطاب معارض في البلاد هذه اللي صارت سجن على الهواء الطلق وواحد ما يقدر يتكلم. القضية أنه تبقى حية، القضية أنه المواطن الجزائري يبدأ يخرج من التفكير العاطفي تاعه واللي عقلاني يسمع قضايا يكون مطلع على ما يحدث في بلاده وعلى الكوارث اللي يدير فيها النظام داخليا وأيضا خارجيا. أنا لهذا دائما ندخل الشق الخارجي في القضية الآن ومن بعد كل واحد عنده الطريقة تاعه. إحنا هذه هي الأهمية تاع انه المساله تاع بقاء خطاب معارض خطاب يتكلم ينقذ الاوضاع في البلاد يتكلم عن الكوارث تاع النظام المتعفن الجزائري والبقيه تبقى تاتي مع الوقت. احنا بالنسبه لي بالنسبه لي الان هي قضيه وجوديه. انا لا اظن انه هذا الطريقه تؤدي الى تقدم الجزائر او الى يعني مستقبل. وش هي الطريقه في رايك؟ انت راك غيرت من الاول كنت تقول لنا بانه مشكلك مع الخطاب المعارض انه يعطي ايحاءات بانه الناس اللي حاملي هذا الخطاب هم عملاء لجهات اجنبيه. انت لا تؤمن بهذه الفكره لكن تقول انه الكلام تاعهم يعطي ايحاءات. درك انت هذه راك ما عطيتناش فيها دلائل ولا امثله. رحت لنا القضيه تاع الخطاب المعارض اللي شوف تفضل اختم لنا خويا على السريع باش نتقدم. معليش اسمح لي طولت عليك انا ننزل مكان اسمح معليش تفضل خويا كمل الفكره تاعك هذه ولا فقط.